يا اسطى في هاي كولومبو الديليت طلع لنا. هو ده الجيلات يا اسطى. تعالى هنا تعالى هنا تعالى 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 هنا. هتنط؟ هنط هشغل. اما طبعا اما نفكر ايه هنموت يعني. هو بس يعدي واحنا ننط. ولا بنت خال ولا صح. ايه اللي نزلني انا؟ ما كنتش عايز انزل هنا يا اسطى. يعني هو جت على دي يا اسطى. ما دامك ده ميت وكده ميت انا هخاف من ايه؟ عربيه الايس كريم جت يا اسطى. الشركه تعمل لينا خص. الشركه تعمل لينا خص. يا ابو الصحاب يلا بينا. ابو الصحاب يلا بينا. ابو الصحاب سبيد رن. اوه في ايتم على طول كده في السريع. انا عايز اكلمك في حاجه مهمه على فكره. قول يا صاحبي. قول يا صديقي. لا لما نرجع السفينه اكيد مش هكلمك في نرجع السفينه. اوكي ماشي. ابو الصحاب انت فين؟ ابو الصحاب انت سمعني حول. كنت لسه معدي من جنبك يا ولد. لاندماين. اوكي في لاندماين. في لاندماين هنا يا اسطى. خلي بالك منها يا اسطى. تقريبا تورت يا اسطى. انا سامع صوت تورت. في تورت يا اسطى. انا سامع صوت تورت يا اسطى. مش عارف هو فين. هاب الفلاش لايت بتاعي خلص ابو الصحاب. فانا هرجع اشحنه كده واجي راوند 2 بقى. استنى استنى خدني معاك. استنى تعرف انا دخلت منين اصلا؟ فين قنابل؟ اه خد بالك بقى. في كاش هنا ريجستر. خلاص يلا يلا نمشي. كفايه كده حلوين قوي. احنا جينا منين بقى؟ دي الفكره بقى. انا بص يا سيدي انا مش خلي بالك بس من القنبله. 5 minutes later. انا مش عارف يا اسطى احنا جينا منين. انا بدور يا اسطى. في يا اسطى هنا جيلي اهوت. خلي بالك منه. خلي بالك من الجيلي يا اسطى. احنا مش شايف حاجه. استناني يا وز. خدني معايا. اللهم مين سمعك اخي الكريم. انا وصلت للنهايه مسدوده وشكرا كده. لا لا ميت. لا لا ما تخش. روح هناك يا اسطى. ارجع تاني ارجع تاني ارجع. اسمعني يا اسطى. اسمع مني اسمع مني. شايفه شايفه ده وقفنا كده. بيمس عليك يا اسطى. ده بيرقص. ايه ده بق كل ده يا اسطى؟ هو بيلف لنا يا اسطى. ده زكي طلع زكي. والجيلاتي من هنا يا اسطى. ارجع ارجع. طب روح يا اسطى. روح وجاي وراك. ايوه انا هروح امشي. الطريق من هنا يا اسطى. تعالى يا وز. لا صاحبي روح يا صاحبي. تعال بسرعة تعال بسرعة بسرعة بسرعة. استنى ايه ده؟ يا اسطى اللي احنا جينا منه يا اسطى. يعني احنا دلوقتي في متاهة. في قنبلة. القنبلة القنبلة يا وز. 20 minutes later. تعالى طب كده ايه ده؟ السلام عليكم. دلوقتي جاي يا اسطى منين؟ ده مقفول. هو ده الطريق. بص اجري اجري من الجيلات. اجري من الجيلات كده على طول. ما تقولش ان احنا هنسيب هنا. الله يبارك. حاسب يا اسطى. خلي بالك من القنبله. خلي بالك من القنبله تاني. الباب فين يا اسطى؟ الباب فين؟ تمام انا رايح ادور. تعالى من هنا من هنا يا اسطى. تعالى صحاب. ابو الصحاب انت فين؟ اهو تعالى اهو. تعالى صاحبي تعالى. تعالى بسرعه تعالى بسرعه قبل ما الجيلات يجي. هو اكيد ان شاء الله في هنا مخرج. اكيد ان شاء الله في هنا. ايه الضرب 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 تسوى التالي. في واحده جيفت بوكس هي برضه. طب بص يلا محتاجين نطلع بقى. لا خلاص كده احنا محتاجين نطلع بقى. يعني عايزين نطلع بالحاجات دي. محتاجين نطلع بقى. محتاجين نطلع بقى. يعني عايزين نطلع بالحاجات دي. ده انت في هاي كولومبو الديليت طلع لنا. هو ده الجيلات يا اسطى. تعالى هنا تعالى هنا تعالى 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 هنا. هتنط؟ هنط هشغل. اما طبعا اما نفكر ايه هنموت يعني. هو بس يعدي واحنا ننط. ولا بنت خال. ما شاء الله علينا والله.
وز انت مت وز مات. انا دايما تحوار النط دوت. بسم الله ما شاء الله عليه والله. لا ده كوسه بقى بصراحه مش معايا. لا بقى ده كوسه بقى. كان في هنا حاجه وز مات صح؟ قعد يقول لي هنط هنط. اقول له انت متاكد؟ يقول لي اه. مكتوب بس مكتوب بس بس انا اسف. توفى الى رحمه. اه بتاع لسه كان واقف في السقف يا اسطى. اول ما انت رحت قام نزل فوقك نزل على دماغه. طب وبعدين يا وز في اللي بيحصل ده يا اسطى؟ سيبني يا اسطى عشان انا بص انا مرزق بحوار النط دوت يا اسطى. ولا معانا فلاش لايت ولا معانا اي حاجه. والله حياتنا صعبه. دي الحياه كده يا اسطى خدوها. احنا بناخد بس مش عادي في يوم من الايام هنقولها. النقطة الوحيدة اللي بنطها صح ما يكونش معايا حاجة. اوه في حاجة تانية يا استاذ. يلا بينا. هو انت فين؟ انا هطلع بس بره من الحاجات دي بره عشان لو ايه ما انا في الامور امور. هقعد انا السفينة يا استاذ. انا ماشي في الطريق. لا 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 ترى لسه عايش ولا مات؟ ترى جعان ولا شبعان؟ ولو احنا اسفين يا صلاح. ارجع السفينه يا اسطى بكرامتي. ايه اللي بتنطط هناك ده؟ السلام عليكم. مش ده بره عندنا يا اسطى. تعالى بسرعه بسرعة. اقفل يا اسطى اقفل يا اسطى بس يا اسطى. يلا اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله. يلا صح. من وين انت مت يا اسطى؟ عيب عليك يا زميل يا مت. المهم دخلت الفاير اكزيت. المهم يا اسطى داخل الباب دوت سمعت لك حاجه قاعده بتدغدغ جوه. قلت لا تمام كده قوي. داخل بعد وطالع. آه الحمد لله. لا يكلم الله ونفس الا وسعها يا اخي. يلا بينا بالصحاب. كله من اجل الشركه يا اسطى. يا اخي لا يلا يا زميلي. يلا بالصحاب على بيرت الجيلاتي. الوقت اوكي يا اسطى. شغل الوقت اوكي بتاعك. اول صاحبي انا سامع صوت غريبه صح؟ صديقي ده انا سامع صوت غريب. في فاير اكزيت هنا يا اسطى. تعالى في ايتم هنا يا اسطى. بص انا سمعت صوت غريب يا اسطى. عنكبوت يا رب. هو عند البوابه يا وز. عنكبوت عند البوابه يا وز. انت عايش؟ ما انا مش عند البوابه انا عند الفاير اكزيت. بس اطلع من الفاير اكزيت بس خلاص ان الله لا يكلف. ماشي. دلوقتي انا في منطقه ثانيه كده جديده يا اسطى. يا دين الناس ما بالراحة. Are you alive man? وز وز هو انت ليه كل ما تقول لي حاجة جديدة لقيت بتموت بعديها يا وز؟ اه البتاع ده قتله. اه مات بالرشاش. Emotional damage. بص يا اسطى بص بص يا وز انا هرمي ده وهرمي له الفلاش لايت يمكن ياخده برضه ويجيب فلوس. ماشي. لا يا اسطى ما يجيبش فلوس ما يجيبش فلوس الفلاش لايت يا اسطى. الله يا صاحبي يلا قلب له نور يا اسطى. قلب له نور يمكن حلو اه جميل كسبنا جميل كسبنا. ايوه يا زميلي اللي بعده الحمد لله.